خلينا نتابع معاكم ما يحدث في عالم الدراما، لأنه الدراما الحقيقة السنة دي من كثرة التنوع ومن كثرة أيضا الموضوعات المختلفة لازم أيضا بيبرز كمان النجوم، كل واحد العامل مشهد اللي بيتألق هنا أو يتألق هناك، فبتبقى الحقيقة مشاهد كتيرة ويبقى فرصة، لأنه حصاد الدراما بتلاقي أولا كمية المشاهدة عالية جدا، كمية الناس اللي بتقعد تحصد الآراء، وكمية أيضا الناس اللي بتقدر تشوف الفنانين صح وتقول مين الممثل ده؟ لا ده حامل دور جيد أو مين ده؟ وأحيانا في عدد من الفنانين والوجوه لا يستقيم المشهد من غيرهم، يعني تيجي تعمل المشهد فمش بس النجم هو الأساس، لا في وجوه بيبقى مهم وجودها، ولو عملوا بقى هذه الجودة هتلاقي على طول إن المشهد بقى شكله عالي. أنا عايز أرجع معاكم لمسلسل ضرب نار، مسلسل طبعا يعني بيقدم فيه دراما وفي الصقر في الصعيد وفي رجال الأعمال والفساد وأشياء كثيرة جدا، النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وماجد المصري ومجموعة كبيرة من النجوم، الحقيقة كله بيتنافس من أجل أنه يقدر يقدم حاجة جديدة ومختلفة. فنان ضياء عبد الخالق من الفنانين اللي موجودين واللي أبدعوا في رمضان وليه بصمة الحقيقة، لما هتشوفه مثلا في سوق الكانتو معلم وشرير وما تبقاش عارف أخرته إيه، وشوية هنا وشوية هناك بس مبدع، لما هتشوفه بقى في الصعيد وان هو بيحاول ياخد الطار ويعمل ايه في ضرب نار هتلاقيه برضو شخصيه تانية يعني مختلف تماما، وهي دي جوده الفنان او الممثل. احيانا في ناس كتير جدا يحب يقولك قول عليا الممثل، لان الممثل يعني اللي هو يجيد الادوار ايا كان الدور ايه. الفنان ضياء عبد الخالق مساء الخير. مساء الفل، واشكرك على المقدمه الجميله والكلام الحلو ده. لا ما برضو الواحد يخاف منك، انت طالع يعني مش سهل ابدا يعني. اولا تعالى نبدا بسوق الكانتو. سوق الكانتو اولا جميل وكواليسه جميله وانت في سوق الكانتو يعني ساعات احس انك طيب وربنا هيهديك وهتبقى كويس، وساعات احس انك ايه يعني متلون، يعني بتتنقل من الشر هنا للشر هنا طبقا للمصلحه. ايوه طبقا للمصلحه، هي ده صحيح. هو ده جمال شخصيه عوض وهدان في سوق الكانتو، انه الشخصيه مش شرير في المطلق ولا صحيح. هو طيب في المطلق، هو راجل بيدور على مصالحه، احيانا دماغه ونصايح المحيطين بيه اللي بيسمعها تكون رايحه في اتجاه شرير، وبعدين بيستدرك انه كان غلط واللي أيوة. كان بيعمله ده غلط ومش المفروض يعمل كده، واحنا اسره واحده وعيله واحده، حتى لو كان في تنافس يا عم ده انت ضحيت ببنتك يعني في مقابل المصالح. يعني من وجهه نظر الشخصيه وخلفيتها الثقافيه والعصر الزمن اللي بتدور فيه الاحداث، وده بيحصل جدا. وده بيحصل، بيبقى بالنسبه له بنته هدفه الاساسي انها تتجوز، مش مهم تتجوز حد كبير حد صغير، انما تتجوز، وكانوا بيعتقدوا انه البنت لما توصل 15 16 سنه لازم تتجوز، لو قعدت لحد سن 20 سنه ما اتجوزتش تبقى يعني فاتها القطر زي ما بيقولوا. لا وفكره انه يامنها وخلاص، يعني انها تتجوز معلم كبير ليه سطوه في السوق، فده بالنسبه له نوع من انواع التامين. بالظبط، ودي برضو ترجع لزي ما بنقول ثقافة الشخصية، بغض مش ثقافة العصر بس، كل شخصية بتختلف، هتلاقي شخصيات كتير ممكن خلفياتها الثقافية تختلف ويبقى تقديرهم للمواقف مختلف. أكيد انتهى التصوير في سوق الكانتو أكيد خلاص، الحمد لله فركس. خلصنا أول امبارح الفركس كان جامد، يعني شفت حد كان منزل صور للفركس فبيبقى بتهيألي أحلى صور دي اللي هو انتهاء العمل، خصوصا لما بيبقى الكواليس زي ما قلتي الكواليس كانت جميله، الناس بتحب بعض، بنبقى قضينا هو فترة. كمان السوق نفسه جميل، الواحد بيبقى عايز اللي هو ينزل يتمشى في السوق ده، عارف بالزبط. الزمن التاريخ الديكور الاضاءه الحاله، لا سوق جميل يعني. مبارك لكم على المسلسل ده. هاخدك بقى على ضرب نار، انت في ضرب نار شخصيه ايه؟ الصعيدي الثائر. رزق رزق الديب اللي ابوه بيتقتل وبيبقى عايز ياخد بطاره وكده، وهو مندفع وبس زي ما شفت. بدات مين الاول؟ يعني صورت ضرب نار الاول ولا الاثنين كانوا مع بعض؟ الاثنين في تقريبا في نفس التوقيت. انا دايما ببقى عايز اعرف الحاله دي، الفنان طبعا المحترف
بيعرف يفصل، بس لو انا رايحه بعربيتي الصبح ضرب نار وبالليل رايحه الكانتو، انا بقى طبعا انا كشافكي مش ممثله، لكن انا انا كفنان بقى بتفصل ازاي يعني؟ تطلع ببقى تعبان لو عندي في يوم واحد هنا وهنا، ببقى لا ببقى ضايق جدا، وببقى بيبقى صعب. بلاش يعني ارجوكم بلاش، يقولوا لي طب مشهد صغير مش يعني، اقول لهم يعني، فبقى مضطر لانه دي ظروف طبعا انتاجيه. هل بيفصلك هنا الطقس يعني انت بتدخل سوق الكانتو، الديكور، الزمن كده، بتلبس ملابس الشخصيه، بتروح للشخصيه دي، بتبقى مختلف مع المعلم وكده، والتاني بيفصلك لما بتروح؟ اعتقد انت معظم مشاهدك كانت في الصعيد، او يعني مع المشاهد كتير من في المسلسل كلها كانت بتدور حوالين الصعيد اكتر. تمام. بص احنا طبعا جزء من دراستنا في مع فنون مسرحيه او دراسه اي ممثل، سواء في كليات اداب اقسام المسرح، بياخد ورشه تمثيل متخصصه، جزء من دراستنا كان الحرفيه، حرفيه الممثل طبعا. هو ازاي يتنقل من حاله لحاله، من حاله لحاله اكيد. ازاي يتنقل، دي طبعا دي ماده اساسيه في معهد فنون مسرحيه، أكيد. وماده لمشروع وتخرج، ويعني قصه كبيره اكيد، وجزء من دراستنا اكيد. وطبعا بيبقى في صعوبه، لازم الممثل يتغلب على الصعوبات دي، وفي صعوبات اكبر بقى من انه الواحد يبقى بيخرج من شخصيه يروح يصور شخصيه تانية في مسلسل تاني. الممثل بني ادم طبعا، عنده ظروف، عنده طبعا حياه طبعا اجتماعيه، اكيد عنده اكيد، مشاكله الخاصه، لازم ينسلخ من كل المشاكل دي. لان انت في النهايه عندك شخصيه ثالثه اللي هي شخصيه ضياء عبد الخالق، لا يعني طبعا هي دي لازم كمان انسلخ منها شخصية تالتة، لازم ومن تنسلخ مشاكلها منها ومن ايا كانت أكيد الظروف أكيد. اللي ملوش علاقه بقى، انا عندي حاله وفاه، انا عندي فرح، انا عندي حزن، يعني صحيح. خلاص وعندك اوردرات وناس مرتبطه بيك اكيد، هو العمل مش سهل. عموما خليني اقول لك مبروك وبحييك على الدورين ومجهود كبير ومسلسلات فيها مجهود رائع، بحييك عليها وبشكرك واتمنى لك التوفيق دايما، وسواء كنت هنا في ضرب نار او كنت في سوق الكانتو، مجهود كبير بيبذل الحقيقه في الاعمال الدراميه.